احنا نفسنا كلعيبه قبل الجمهور اللي نفسه في بطوله افريقيا، احنا نفسنا نحقق التسعه ان شاء الله. ان شاء الله نبقى مركزين فيها جدا ونحققها للجمهور، لان الجمهور تعب كتير بصراحه، وده واحد من الناس اللي تعبت بصراحه معانا في اول الدوري، ويعني شالنا كتير واندمج مع الفرقه كتير. عايز اقول كلمه واحده بس، هتمثل. والله ما بمثل بجد، انت عارف احنا متربيين مع بعض. رامي يا جماعه انا طبعا اكتر واحد مبسوط ان هو رجع تاني بالمستوى الجامد ده، والله في الملعب، وبتمنى له يا رب كده يفضل دايما على كده، ومن تالق لتالق ومن نجاح لنجاح باذن الله، ربنا يكرمه الفتره الجايه دي ان شاء الله. اللي ما يعرفوش عن انا وياسر، وكنا جيل مع كابتن ربيع ياسين، يعني كلنا كنا بنلعب، خدنا بطوله افريقيا مع كابتن ربيع ياسين، كنا بنلعب انا وهو، يعني الحمد لله عملنا بطوله كويسه ومع كابتن ربيع ياسين. فياسر عارفينه واحنا عندنا كام سنه، كنا 16 سنه ولا 17 سنه، فلا يعني اندمج مع الفرقه كلها، والحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله، ودعواتكم باذن الله في المرحله الجايه.